نتابع الافتتاح الخاص بالسيد الرئيس في هيئة قناة السويس. تابعنا منذ قليل افتتاح السيد الرئيس للقرية الأولمبية والتي تمثل صرحاً رياضياً عالمياً، صرحاً رياضياً متكاملاً بأحدث المقاييس العالمية، والذي اشتمل على الكثير من المنشآت الرياضية وعلى مساحة ضخمة تصل إلى 350 ألف متر مربع. ونحن الآن في انتظار قيام السيد الرئيس بتفقد التدشين الخاص بوحدات بحرية متنوعة تعزز بها هيئة قناة السويس أسطولها البحرية، حيث تحرص الهيئة على تعزيز قدرات أسطول الوحدات البحرية التابع لها من كراكات وقاطرات ولنشات ومعديات وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة. تضمن انضمام هذه الوحدات البحرية التي سنشهد بعد قليل تدشينها بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن تعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية هيئة قناة السويس 2023، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة. على أرض هذا الوطن والمتابعة لتفاصيله لن يبذل جهدا كبيرا كي يجد تفاصيل عدة في مختلف القطاعات وفي مختلف المناحي. ها نحن اليوم بصدد إضافة قطع بحرية جديدة تعمل في هيئة قناة السويس. هذه القناة التي مثلت سراً مهماً لثقل مصر الإقليمي في العصر الحديث. إن القناة بكل ما تحتويه من جهود ومعدات وقدرات بشرية وقدرات أخرى إضافية تمثل شرياناً حقيقياً ليس لحياة مصر فحسب، بل لحياة التجارة العالمية. فأكثر من 12% من إجمالي التجارة العالمية يمر هنا في قناة السويس، وينتظر خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل جهود التطوير والجهود التي تبذل في سبيل جودة الملاحة في قناة السويس، أن تزداد هذه النسبة بالتراض لتسعى قاطرات وسفنا أكبر بكثير من التي تمر بها حتى اليوم. وهذا أمر مشهود ومحسوب، وتعميق الغاطس لقناة السويس على طول امتدادها سيكون هدفا مهما لهيئة قناة السويس خلال المرحلة المقبلة لإحداث ذلك. تولي مصر أهمية كبيرة لقناة السويس، فهي كشريان حياة لمصر وللمنطقة وللعالم بأسره. وقد أولت مصر أهمية خاصة لقناة السويس بإنشاء قناة السويس الجديدة كمشروع قومي حقق الاصطفاف الشعبي المصري خلفه. استطاع إنشاء القناة الجديدة
أن يعزز الدور المحوري لقناة السويس عالمياً، وحققت زيادات في عائداتها جعلت من مشروع القناة الجديدة أحد أهم الإنجازات الوطنية في العقود الأخيرة، وتحديداً وفي خلال العام المالي 2021-2022 استطاعت القناة أن تحقق معدلات غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي والذي بلغ نحو 7 مليارات دولار، مع أعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمولة صافية، فضلاً عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة، لتتحول منطقة القناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل للإمداد والتموين، وبالتالي الفرص المتعددة لانطلاق الكثير من المشروعات التنموية العملاقة لتنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد، ما يمثل خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بالمنطقة ودفع عجلة الاقتصاد القومي. تطوير قناة السويس يعد مثالاً شاهداً على سلامة القرار الوطني والرؤية المتقدمة للدولة والرؤية الاستباقية للقيادة السياسية منذ التخطيط لتطوير مرفق من مرافقها لتحقيق العائد المستهدف وتحقيق طفرة متوقعة في حركة الملاحة الدولية. واستطاع بالفعل هذا المشروع العملاق، مشروع قناة السويس الجديدة، أن يحقق الأهداف التي وضعت له منذ بدايته بزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة ورفع درجة تصنيف القناة وزيادة الطلب على استخدام قناة السويس كممر ملاحي رئيسي عالمي وزيادة القدرة التنافسية لمرور السفن بها لمجابهة النمو المتوقع في حجم التجارة العالمية. حتى سنوات قريبة حينما كنا نتحدث عن قناة السويس فكنا نتحدث عن 3 مدن تحديداً تقع على القناة: بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس. الأمر بات مختلفاً في كثير، فالأمر أصبح حديثاً عن تنمية حقيقية وعن منطقة اقتصادية تنتظر قدوم استثمارات بل أضعاف ما قدم من استثمارات حتى هذه اللحظة من مختلف دول العالم. تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستقبلاً حقيقياً للاقتصاد في مصر والمنطقة، فكما تمثل مصر مركزاً مهماً للطاقة أو كما أصبحت في السنوات الأخيرة، فإنها أيضاً تمثل مركزاً اقتصادياً إقليمياً مهماً، وكذلك معبر لأهم السفن في العالم وأحد أهم المعابر الملاحية في العالم أجمع. الحديث المطرد عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس، هذا الحديث الذي تم التأكيد عليه مع حفر قناة السويس الجديدة مع الفرع الجديد للقناة، أصبحت هذه المنطقة منطقة لوجستية مهمة وتنتظر الكثير من الصناعات وإقامة مصانع لصناعات تحويلية وصناعات التجميع وصناعات الإلكترونيات، تمهيداً لتصديرها عبر القناة إلى مختلف دول العالم. كانت القناة معبراً من الشمال إلى الجنوب، الآن أصبح الأمر ما بين قافلتي الشمال والجنوب سجالاً، ويشهد بذلك عدد السفن المرة في كل اتجاه من الاتجاهين. إنشاء قناة السويس الجديدة لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية
لتحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية لتسير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، مما يقلل من زمن عبور السفن المارة ويزيد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، وارتباطاً بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، كما يرفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي، ويقلل من قيمة التفكير في قنوات بديلة تنافسية بالعالم والمنطقة، فيرفع درجة الثقة في استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مما ينعكس على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، ويصب في تحقيق أكبر عدد ممكن من فرص العمل أيضاً للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة. تحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي من أبرز أهداف هذا المشروع العملاق قناة السويس الجديدة، وتقليل زمن العبور للسفن ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، وتقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوأ الظروف بدلاً من 11 ساعة، ما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تصنيف قناة السويس وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، فهي بالفعل تعد خطوة هامة في الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، بالإضافة إلى ما تتمتع به من تحقيق الأمان الملاحي، وذلك يضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحي للقناة، ما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة. كما تمثل قناة السويس معلماً سياحياً مهماً في مصر، وشهدوا على ذلك صور التي ترونها، فهي مقصد سياحي داخلي مهم للغاية، وأظن أن جميع المصريين قد قدموا هنا إلى إحدى مدن القناة ليروا بأنفسهم هذا الجمال الأخاذ والخلاب، وكذلك هذا الطقس المعتدل. والحديث لا يتوقف عن القطاعات المختلفة، وأخص هنا بذكري وحديثي قطاع الصناعة، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتوطين الصناعات التكنولوجية المختلفة هو هدف وطريق مصري ارتادته مصر على مدى السنوات الماضية. التكنولوجيا المتقدمة، تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وكل العلوم المتعلقة بذلك هو حديث المستقبل، هو اللغة الوحيدة التي يمكن أن يتحدث بها الناس وأن تتحدث بها الدول في المستقبل. ولا أتحدث هنا عن مستقبل بعيد، بل أتحدث كثيراً عن مستقبل بات أقرب مما نتخيل، فالوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا أصبحت هي المطلوبة، وظائف كثيرة استحدثت ووظائف أخرى انتهت أو تنتهي أو سوف تنتهي في وقت قريب من الأوقات، وتحل محلها تلك الوظائف والصناعات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة. هذا الطريق الذي اختارته مصر من أجل توطين الصناعات وتوطين التكنولوجيا
وأعتقد أنه لا خيار عن الالتجاء إلى هدف إذكاء الصناعة وترسيخها وتوطين الصناعات التكنولوجية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما يمكن أن تقدمه من وسائل حقيقية للمستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج من أجل النهوض بهذا القطاع المهم الذي انتبهت وتنتبه إليه مصر في السنوات الأخيرة وهو الهدف المنشود على مدى السنوات القادمة. قناة السويس، هذا الممر العالمي الفريد، أطول قناة ملاحية في العالم بدون أهوسة. هذه القناة التي تتم فيها حركة الملاحة ليلاً ونهاراً ومهيئة تماماً لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر لمجابهة كل ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن. قناة السويس مزودة بنظام إدارة حركة السفن ويقوم على استخدام أحدث شبكات الرادار والكمبيوتر ليكشف ويتابع حركة السفن على طول القناة ويتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ. وكما نتابع الآن في الصورة أمام حضراتكم وهذا المشهد الرائع لقناة السويس والقطع البحرية التي تتواجد في المجرى الملاحي للقناة، وها هي هيئة قناة السويس تعزز أسطولها البحرية بانضمام عدد متنوع من القطع البحرية تحرص من خلاله على تعزيز قدرات أسطول القطع البحرية التابعة لها من كراكات وقاطرات ولانشات ومعديات وفق نهج علمي وجدول زمني محدد بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتلبية متطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة، حيث تشهد الهيئة انضمام عدد كبير من القطع البحرية المختلفة والمتنوعة والتي تضمن للقناة تعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية الهيئة 2023، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة. حركة لا تتوقف في القناة وكذلك عمل لا يتوقف، وأنا أقف هنا أمام المجرى الملاحي للقناة الجديدة قناة السويس الجديدة، أتابع هذه السفن المارة في القناة، ففي كل دقيقة ستجد سفينة تحمل حاويات تأتي من مكان إلى آخر في العالم لتساهم القناة في حركة التجارة العالمية بنصيب يتزايد يوما بعد يوم. إن القدرة الحقيقية لتطوير العمل وللمنافسة على المستوى العالمي تتطلب الكثير من الأخذ بالأسباب التي بات العالم يرتكن إليها في كل وقت وفي كل موقف، فنحن في عالم يموج بكثير من التحديات والصعوبات وكذلك المصالح المتقاطعة والمتضاربة والمتلاطمة أحيانا. نعيش في عالم اليوم عالم تسود فيه صراعات في مناطق كثيرة منه، هو عالم لا يعترف
إلا بالقوة، ولا أقصد هنا بحديثي القوة العسكرية فحسب، فالصناعة قوة والتكنولوجيا قوة والعلم قوة بعد قوة، وكذلك النجاح الاقتصادي والثقل السياسي والعمل الدبلوماسي هي كلها قوة. من القوة ما يمكن أن يمثل قوة ناعمة، ومنها ما يمثل قوة خشنة وقوة حقيقية. بطبيعة الحال القوة العسكرية مهمة، لذا فقد اعتنت مصر في السنوات الأخيرة بتطوير أسلحتها وتطوير قواتها المسلحة. نحن نتابع على الهواء مع حضراتكم الآن اليخت الذي يستقله الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بقناة السويس إلى المجرى الملاحي الجديد، القناة الجديدة، ووصولا هنا إلى مقر الحدث على القناة الجديدة لاستقبال وتدشين عدد من القطع البحرية التي تدخل الخدمة في هيئة قناة السويس. وقد وصل بالفعل إلى قرب هذا المكان الذي تبدأ فيه الاحتفالية ويبدأ فيه الحدث بعد قليل، إذانا ببدء رصيد جديد من أرصدة العمل على مستوى هيئة قناة السويس، وذلك بعد أن تمت إضافة رصيد آخر إلى قطاع الرياضة هنا في محافظة الإسماعيلية بافتتاح المدينة الأولمبية والاستاد الجديد الذي ينشأ بحسب مواصفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وكذلك المقاييس العالمية التي تراعى في كل المشروعات التي يتم تدشينها وافتتاحها يوما بعد يوم. دقائق ويبدأ حدث مهم آخر من أحداث مصر المتتابعة والمتلاحقة. وكما تتابعون مشاهدينا الكرام على الشاشة، فهذا ركب الرئيس الملاحي، وقد أوشك على الوصول إلى هذا المكان إذانا بالبدء وإذانا بالتشغيل، والدعم كل الدعم لقناة السويس ليس فحسب على مستوى القيادة السياسية أو المستويات الاقتصادية، بل أن دعما شعبيا حقيقيا في نفس كل مصري تجاه هذه القناة ولما تمثله من قوة ومن رصيد حقيقي لهذا الوطن، امتدادا بالتاريخ ومرورا بتأميم قناة السويس الذي زاد على 66 عاما تاريخه حتى اليوم، وذلك لأهمية هذا الرصيد المصري الخالص. فالقناة حفرت بأياد مصرية، بأياد أبناء هذا الشعب، سواء في القرن 19 حينما حفرت القناة بدماء المصريين وبجهدهم وبعرقهم، وكذلك الإنجاز الحديث الذي دشن في 6 أغسطس عام 2014، ونحن هنا نجني الثمار وننتظر أن نجني المزيد من الثمار، ودائما بالجهد المصري والإرادة والعزيمة المصرية. إنجاز جديد يحدث على أرض مصر، إنجاز جديد نفخر به جميعا كمصريين منذ إنشاء القناة الجديدة والتي شهدت اصطفافا من الشعب المصري كي يتم إنشاء هذه القناة في فترة زمنية قياسية، وبالتفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية الذي يتمتع برؤية ثاقبة استباقية في أهمية إنشاء القناة الجديدة، قناة السويس،
في هذا التوقيت تحديداً، والذي زاد من أهمية ودور قناة السويس المحورية عالمياً. كما نتابع الآن مشاهدينا، نحن في انتظار وصول السيد الرئيس إلى المكان الذي سيشهد فيه الاحتفالية الخاصة بتدشين عدد من القطع البحرية الجديدة التي سوف تنضم إلى الأسطول البحري الخاص لهيئة قناة السويس. هذه القطع البحرية التي تنوعت ما بين لانشات ومعديات ويخوت وكركات وقاطرات. من القطع البحرية التي ستنضم إلى هيئة قناة السويس وسيشهد تدشينها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطعتان العالمين واحد والعالمين اثنين، وهي تعمل لصالح إدارة الكراكات بالهيئة وتحديداً لمصاحبة الكراكة مهاب منيش والكراكة حسين طنطاوي، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط. أيضاً من ضمن القطع البحرية التي سيتم تدشينها القاطرات، وتحديداً القاطرتان عزيمة واحد وعزيمة اثنين، وتقوم بقطر الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي. كذلك ستنضم أيضاً المعديات إلى القطع البحرية التي سيتم تدشينها اليوم، المعديتان كرامة واحد وكرامة اثنين، والتي تقوم بخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة، بالإضافة إلى المعديتين الأقصر واحد والأقصر اثنين لخدمة أهالي مدينة الأقصر. أيضاً من ضمن القطع البحرية التي سيشهد السيد الرئيس اليوم تدشينها وبعد قليل، أسطول الإرشاد واللانشات، اليخت نصر واليخت إرادة، ستنضمان إلى الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وذلك بعد انتهاء بنائها بترسانة جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى انضمام ثلاثة لانشات جديدة متماثلة الأبعاد والإمكانيات للأسطول البحري للهيئة، وذلك بعد انتهاء بنائها في شركة القناة للإنشاءات البحرية، وتقوم بنقل السادة المرشدين من وإلى السفن العابرة للقناة التي يقوم بإرشادها. إذن هذه القطع البحرية التي تعزز هيئة قناة السويس أسطولها البحري بانضمامها إليه، تحرص من خلالها على تقديم كل ما هو يتسم بالنهج العلمي المتطور ووفق فترة زمنية محددة.